شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ازيكم يا جدعان في شركة دهب، والنهاردة احنا هنوريكم قصة جديدة من love love like رقصا، او مش عارفين ما دي اكتبوها في اليوتيوب في البحث وتلاقوا كل الفيديوهات. انا من ال... احنا من ال... من الفيديوهات اللي وهتشوفوا بقى فيديو الاء مون لاف لاف لايك، هي كمان فيديوهات جميله، واتمنى انكم تشوفوها برضو وتحطوا لايك واشتركوا، وعندنا برضو متنسوش. ايوه يا جدعان احنا في شركه دهب نشوف كل حاجه. ايوه يلا بينا نبدا شركه الدهب. بصوا على فيديوهات الاء وجميله جدا، يلا بصوا عليها دلوقتي. احلى فيديو في الدنيا. ايوه ويلا بينا نبدا. يلا احنا شركه ده. انا المدير هنا وانا اللي بحكم في كل اللي بيشتغلوا هنا، واشتغلوا كويس وجابوا الاوراق اللي عايزها هديلهم دهب. يلا حبيبتي يلا ندخل بقى. يلا بينا. بكرة ان شاء الله هياخدوا كل ده. الخمسة ب... الخمسة الرقم كده كده كده. تريدي تريدي تفضل الكاميرا بتاعتك اللي طلبتها. شكرا. دلوقتي انا بشتغل. ايوه افتحي المروحة. حاضر. ايوه قوي اسكتوا دلوقتي عشان انا بعمل الورقة اللي طلبها المدير. انا كمان بشتغل. هصور بعض الاشياء، انا هقرأ كتب عشان نعرف احنا محتاجين ايه للمدير. تفكروا شركة ذهب عن ايه؟ انها بتدي ذهب. ماشي بتدي ذهب. ايوه كده خلاص. يلا بعتلها ابعتيله الورقة دي. حاضر يا مدير. يا مدير في ايه؟ فين الورقة اللي طلبتها؟ انا كنت عايزها اهي في ايدي، عليها كل الحاجات الحلوة في شركة دهب. شكرا. عايز ورقة تانية من خصوص شركة دهب. حاضر هقولها دلوقتي. شركة دهب طلبتها. اوكي دي كويسة. انا عايز اشترك معاكم في شركة دهب. اتفضل. استنى انا هوريك كل المكان والحاجات الحلوة هنا. مساعدتي هنا، تعال هنا انا هقولك في كل حاجة. هنا الراحة، وهنا بقى الناس بيشتغلوا هنا، وهنا المدير. ينفع تشتغل عن توصيل الاوراق الحلوة في شركة ده. الشركة دي حلوة
وكمان او اشتغلت كويس هنديك ده. هتشتغل فين بقى يا سيدي؟ هتشتغل فين؟ هتشتغل هنا. شكرا. العفو. الاول انا هاخد حاجتي. اتفضل ورقتك للالتزام عندنا. شكرا. العفو. هو ثبت عندنا؟ ايوه ثبت. طيب قولي له يجي. جيت جيت. الو. حاضر هقوله. ارجوك في ورقه هتوصل لك دلوقتي عشان تحطها عند الناس ويشوفوها على الاخبار. حاضر يا فندم. واو الورقه بتترسل اهي. اهي الورقه. شكرا. حاضر هنا وظبطت كل حاجه. حط الورقه دي هنا. دي ازيكم معايا في شركه ده. النهارده هقول لكم حاجات كتير حلوه على شركه ده. ان شركة ذهب حلوة واشتغلت التزمت على الشغل هتاخد ذهب. ودي كانت حلقتنا النهاردة يا اصحابي. او عجبكم دوسوا لايك واشتركوا. يلا سلام.